السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الفيديو ده يعجبكم عن شارع مارينا أو نعمة بي في شرم الشيخ. احنا دلوقتي موجودين في داون تاون أو سيتي سنتر بتاع نعمة بي، أهم شارع اسمه نعمة بي، واحنا هنا عارفينه باسم مارينا الناس اللي شغالة في شرم الشيخ. الشارع ده بقى النايت لايف بقى بتاع شرم الشيخ، المطاعم والكافيهات والديسكوهات زي ما انتم شايفين كده، وقدام كل الكافيتريات والمطاعم والمحلات ناس واقفين اللي بيرقص الزباين، واللي بيحاول يدخلهم المحل عنده، واللي بيحاول يهزر معاهم عشان يخش عنده. المكان هنا بيشتغل طبعا، انا شغلته اليوم بس طبعا عشان يبقى جميل بالشكل ده، بيبتدي من الساعة 7:30 8 بالليل وشغال معاك لغاية الساعة 2:30 الصبح. كل الكافيهات اللي على الشمال اللي انتم شايفينها دلوقتي بيبقى فيها مكان في النص كده للرقص، بيبقى فيه 3 أو 4 شباب بيقعدوا يرقصوا على المزيكا عشان السياح يخشوا ويعجبهم المكان. كل المكان بيحاول يفنن، يعني الاول كان كله برقص زي كده، ودلوقتي بدأ الناس تجيب واحد بتاع تنورة رقص شرقي زي ما انتم شايفين، هو جايبين سبونج بوب وحاجات غريبة. لا ده مش سبونج بوب، والله ما اعرف اسمه ايه ده يعني، بس اكيد يعني اللي بيتفرج عارف مين الاشكال دي. اه كله حاول بيعمل اي حاجة بس عشان يدخل الناس زي ما انتم شايفين كده. يعني برستا يو وادي التنورة اهو زي ما انتم شايفين اهو، شايفين اهو. يقعدوا يلعبوا مع الأطفال ومع السياح عشان السياح يخشوا المكان. وطبعا مطاعم بقى سمك، على مطاعم شرقي، على مطاعم أوروبي، كل كافيه بيعمل حاجة كده عشان يخلي الناس تخش عنده. اديكم شايفين اهو التنور، كل الكافيهات في شرم الشيخ بنفس المنظر ده في الشارع ده، كل الكافيهات في الشارع ده بنفس المنظر ده. كل كافيه بيبقى في مكان كده في النص للرقص عشان يخلي الناس تخش تقعد عنده، يعني زي ما انتم شايفين اهو الشباب في النص واقفين بيحاولوا يترقصوا عشان الناس تخش. اجمل مكان في شرم الشيخ هو الشارع دوت، يعتبر المكان فيه طبعا مكان تاني اسمه سو سكوير، بس المكان ده كل واحد فيهم له طابعه. سو سكوير يعني بيميال اكتر لاوروبا كده، يعني واخد الشكل الطابع الاوروبي، لكن ده لا ده واخد الطابع الشرقي شويه لانه كله كافيهات ومطاعم. زي ما انتم شايفين الشارع من ورا عامل ازاي، وطبعا هنا كلها محلات وبيع وشراء، وطبعا الاسعار زي ما انتم عارفين لازم الواحد يفاصل شويه في الاسعار هنا قبل ما يشتري. دي المشاية، المشاية لها جزء تاني كمان ورانا، لا جزء تاني ورا هناك اخر الشارع الشمال ده اللي فيه بقى الباشا او النايت كلاب كبير اسمه الباشا او الباص ستوب. يعني ده كان زمان مطعم مشهور جدا اسمه السير، ده معناه الاتحاد السوفيتي، حتى النجمه اللي فوق ديت العلامه بتاعت الكريملين الاتحاد السوفيتي، بس ده خلاص قفل من زمان اهو. ده كان مطعم مشهور جدا اسمه السير الاتحاد السوفيتي. وده كان معانا شارع مارينا او نعمه بي قلب البلد. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش اسالكم يعني لو حابين الفيديو يا ريت تحطوا لايك وشير وسبسكرايب لو اول مره تتفرج على القناه، وطبعا لو في اي سؤال عن اي حاجه في شرم الشيخ هنا يا ريت تسالوني على طول وانا هجاوبكم في الكومنت. شكرا ليكم، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا لحضراتكم.